يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طب هاي فيش إشكال، هاي مجمعين المسلمين عفهمها، لكن الإشكال في إنه المسلمين هم يفسروا القرآن أخذوا عن النصارى. منين لكم هالكلام إنه قتل يحيى؟ طب لاحظوا الآن، وأنا بهمني اليوم إنه نفهم كيف لازم يمشي التفسير وإحنا نفسر، وراح تلاحظوا إنه المسألة فعلا تحتاج لإعادة نظر في تفسير القرآن الكريم. إيش دليلنا على أن القرآن ينص على أن يحيى لم يقتل؟ طيب وإذا نص على أنه يحيى لم يقتل، ليش نص بشكل أوضح أن المسيح لم يقتل؟ لأنه عدم قتل المسيح لابد من ذكره، لأنه انبنت العقيدة النصرانية كلها على عقيدة الصلب. يعني قيم عقيدة الصلب من المسيحية لا يبقى في المسيحية شيء، وسبق هذا تحدثنا هنا كيف أنه العقيدة المسيحية مبنية على قصة الصلب. أما يحيى عليه السلام، الدليل على أنه لم يقتل، وراح يكون في مفاجآت في كلامنا، مش بس لم يقتل، يبدو في شيء آخر، أنه يحيى عليه السلام الدليل أنه ما قتلش. أولا، واحد، القرآن الكريم يفرق بين الموت والقتل، فيقول ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، إذن في قتل وفي موت. اثنين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، إذن في موت أو قتل. ثم يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. فإذا إذا إذا صح بزعمهم إنه يحيى قتل، مش بكون قتل في سبيل الله لأنه جهر بالحق؟ إذن طالما أنه قتل في سبيل الله، هل يمكن أن يقول عنه القرآن أنه مات؟ لا، لأن القرآن هو اللي بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طب نشوف، هل قال القرآن عن يحيى أنه مات؟ نعم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إذا مات ولا قتل؟ مات ولم يقتل، هاي أول قضية، وسلام هاي أول دليل، وسلام عليه يوم قتل. جميل، فعلا يوم قتل هي أبدا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إذن ما يقتلش، هاي واحد. اثنين، وسلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم يموت، مش يوم ولد ويوم يموت، إذن وسلام عليه يوم يموت. فإذا كان قتل شو معنى وسلام؟ إذن ما ماتش بسلام، إذا قتل هل بيكون مات بسلام؟ إذن ليش بيقول وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت؟ إذن يوم موته بيكون في سلام، إذن مش قتل، لأن القتل يتناقض مع السلام. هاي اثنين، شك ثلاث، زكريا عليه السلام أبوه بيرفع إيديه، شك ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن بده إيش زكريا؟ بده واحد يورثه. وفي آية ثانية شو قال؟ فاستجبنا له. إذن استجاب له ولا لا؟ استجاب له ولا ما استجاب له؟ استجاب له. طب كيف بتقولوا إنه يحيى وزكريا انقتلوا مع بعض؟ أو إنه زكريا قبل يحيى بشوي، أو يحيى قبل زكريا بشوي، وهو ابتداء كاين طالب يحيى يرثني وإني خفت الموالي من ورائي، يعني ماليش عصابات من ورائي، فيش ورائي حدا يورثني في حمل الدعوة وحمل رسالة الدين الحق، فيش، مش شايف حدا، هب لي من لدنك وليا يرثني في دعوتي ويرث دعوة آل يعقوب المتسلسلة. طيب إذا بتقولوا إنه قتل في زمن أبوه أو مع بعض، هل تحققت استجابة؟ إذن لم يقتل، هاي دليل ثالث. دليل رابع، لاحظوا الآن، دليل رابع،
انتبهتوا كيف ممكن نستنبط من القرآن نفسه؟ احنا بهمنا طرائق الاستنباط في أشياء ظاهرة واضحة. أربعة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. إذا من اللي سماه؟ من اللي سماه؟ الله. اسمه يعيش، اسمه يعيش. شو معنى يحيى؟ يعيش. وإن كان خاضوا بعض المفسرين في المعنى، لا واضحة، يحيى اسمه يعيش، مش هيك؟ طيب أنت اليوم بتسمي ابنك مرات بدون ما يكون عندك تصور سابق أني أنا بقصد من الاسم صفة تكون موجودة فيه. أنت كبشر ممكن تسمي هيك، أعجبك لحن الاسم، لحن بتسميه بدون ما تعرف معناه ولا بتقصد تكون هالصفة في ابنك، مش هيك؟ لكن مش ممكن القرآن يسمي، مش ممكن الوحي يسمي، يعني مش ممكن رب العالمين يسمي هيك. وخصوصا شو قال؟ لم نجعل له من قبله سمية. إذا كان المقصود لم نجعل من قبله واحد اسمه يحيى، طب شو يعني هذا؟ إيش يعني لم نجعل من قبله واحد اسمه يحيى؟ طب ما أنا بسمي اسم ما عمروش تسمى، شو بيعني؟ يعني إنك تسمي اسم ما عمروش تسمى مش قضية. إذن القصد أن هذا الاسم يتضمن صفة لم تسبق في مثله، لم يسبق له مثيل في هذا الاسم اللي هو إيش صفة، بدليل قول الله عن نفسه في السورة نفسها: هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم له مثيل في صفاته؟ إذا لما قال عن الخالق هل تعلم له سميا، مش المقصود بتعرف واحد اسمه الله، من سم بسمه الله مشان يقول لك هايو فيه، إنما المقصود هل تعلم له مثيل في صفاته. نفس الشيء لما قال عن يحيى: لم نجعل له من قبل سمي. إذن قبل يحيى عليه السلام، منذ آدم حتى يحيى، لم يوجد إنسان يحمل هذه الصفة كهذا الرجل اللي هو يحيى. إذن أبرز صفة يجب أن نجدها في يحيى أنه يحيى، أبرز صفة، مش أنه يموت في حياة أبوه. إذن أبرز صفة لازم تتجلى في يحيى أنه اسمه يحيى، إذن صفته يحيى، لأنه اللي سماه مش أنت، مش أم وأبوه اللي سموه، الرب سماه، وبالتالي الاسم يحمل صفة. لذلك بتلاحظوا بالنسبة لأسماء الخالق، كل أسماء الخالق صفات: رحمن اسم وصفة، رحيم اسم وصفة، حتى الله اسم وصفة. ليش؟ لأن الله أي المألوه المعبود، أله يأله إلهة، عبد يعبد عبادة، فالمألوه معبود، الله يعني المعبود. كل أسماء الله صفات. فإيش إذن لم تعلم له؟ هل لم نجعل له من قبل سمية؟ يعني لم نجعل قبل يحيى إنسان يتصف بصفة الحياة مثل يحيى. إذن بيجي سؤال ما شفناش في تاريخ يحيى حسب ما بروه حضراتهم إنها متجلية صفة الحياة فيه، ما شفناش إنها تجلت صفة الحياة في يحيى. بيقولوا قتل شاب، طب وإذا شو يحيى؟ هاي الدليل الرابع، بيقولوا إنه قتل شاب، طب قتل شاب إذا شو يحيى يعني؟ هاي الدليل الرابع إنه لم يقتل. وهون نعم مشا. يعيش. طب ما هو جاي من اللي جاي. طب استاذ ممكن مثلا حدا يرد يقول لك مثلا بل احياء عند ربهم، يعني ممكن قتل شهيد دلال على الحياة. اذا كان المقصود فيه انه قتل شهيد فمستمر حياته، في قبل ناس استشهدوا في سبيل الله قبل يحيى، مش هيك؟ اذا بدنا نقول والله يحيى
يعني انه بيستشهد